القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثم السلام عليكم ورحمة الله. وقيد درس ويس 428 من دروس التفسير، ما زال في سورة الأحزاب السجي ماذا ربد في السلسلة 18 المذلية 27، لا نزال مع سورة الأحزاب مع الدرس رقم 428. وتفسيرنا اليوم ينصرف إلى الآيات من الآية 18 إلى غاية الآية 27. لا يزال الحديث عن أحداث غزوة الأحزاب التي سجلها القرآن كما سجلتها السنة النبوية الشريفة أخذا للعبر والدروس. ينادى ربي سبحانه ذي الآية 18: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. زر ما يثمثن ذم كل زمان ذم كل مكان في كل الظروف، يعني ظروف الحياة، في كل ظروف الحياة أدناف دائما ذي الطيق ذي سبان ورفيق ذي كل شيء، ماشي كان ذي الوقت الحروب أكيد ذي القرى يسباند وقاذي يعاشن ذي وقت الثورة الجزائرية زران هذا شو المعنى يسوى، ولك ماشي دايما سهلا باش بنادم ذي يسبل الروحيس أما ذي رقزة ما صمتوطة ما مزيه ما مقارب يسعيوه مثيوثنا الروح أتيفك أتي سبل يوذ من ربي سبحانه ماشي ذين سهلا. لذلك ثر ما ذون ميفك ربي الإيمان في الرقزة شبه حب رقز في الرقزة عادي ما إلا قد يفك الروحيس هذا يفك الروحيس، ما إلا يون يخدم الميزان وايض يقارس ذهن ثنوية نكون نذير أذعف ثنوية نكون خاطي. والأمر كي يحكي في ضرب الإنسان هو الإنسان أم ذن ذم ذن أما ذي ثقي يغدي يحكي ثورة ربي سبحانه بصورة الأحزاب أشخذ من المنافقين هضرت في اللسن وناد باللي المنافقون كي محسوب ربي سبحانه ثني حاسب سي والعقاب ذم قران إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للجنة درجات وللنار دركات. الجنة تسع درجات هكا درجات، ماذا جهنم والعياذ بالله هذا تيسرفين وكذاكي منافقون خاطر اخدي فكن اذمي الهان اماكن دلنا قارن دكوال يلقاك بوجه ابي بكر وبقلب ابي لهب والعياذ بالله اكيد يقابل سوذ من بوبكر الصديق ولكن وليسن أبو لهب دين قريح نصوات الزاي بشد المسلي في اللسان الزاي الزايف وربي سبحانه يفكي يغد تفاصيل النسان أماكن دلنا ذي أوائل سورة البقرة ثلاثة الصناف المؤمنين ذانن يهضر في اللسان المغولة ذانن الكفار ذانن ذا كافري ويفغد عيناني من الصنفقي والثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله أتصن الصفات نسن يدف ذا ربي سبحانه لاقي من ضمن الصفات يسميه سن ربي المعوقين المثبطين بمعنى
قرناسن أعذوي جهد يقوى مستزمير مرا هو يون كان ذي ثمورث غادي ميغ تحت لفرنسا لا نوقي قرنا ولا كي الزمر مكون في فرنسا والزمر ماري فرنسا في الدوض اذغى الهزيمه النفسيه والنتيجة تنيا دان بلي الهزيمه النفسيه ذن اخطر انواع الهزائم الناد ولا صحاب البالون ماكش من الاستاد فشلن وربحنا لا اما ذي القرايه اما ذي التجاره اما ذي كل شيء الهزيمه النفسيه توعر مليح اما الانتصار النفسي وكي يسعى مازال مقارن يتسك دفوذ ابابس ابابيس ربي قد يعلم الله المعوقين منكم والقائل لاخوانهم هلوم الى الناس قرن ياو قرني وقال ومتسغناوال اسنيغناوال ولا ياتون الباس الا قليلا والزميرنا قبلنا ذا والزميرنا الجهاد زميرنا راه خاطر وقادن في ترويح ثنسن يرنا وسعنا راه اغفلنا الرساله باش نشر من الاسلام نغاد حرفن في الحرمان سن نغاد حرفن في النفنسن الشحة عليكم ضربي بذردي وثن الصفة الشح البخل امشحاح الى مشحاح في ذريم الى مشحاح في الروحيس إلا مشحاح وريتنا ثافرة ياك ولا دخامة تفضي يغل تغفل يا عجبة يقاد أظن يقاد بحري يقاد كورونا يقاد يقاد ثار واحد يسكن نتساكن لا تونسيون عسيت ودن قرار العبد يتسه تما راه الصحاينس خاطي ولكن ليكسي زيادة لي ديريت بزاف ما لا يولن يقاد هاك يقاد وري تفا وري لح وري مثل ما شاوتي ضحكان مغارني تاقاد الموت الور يسد ميسن ميسن يا سبا جدي مثلا الفلاني يركب الطوموبيل خلاك سيدا يموت اين يا جدي وري ركب الطوموبيل وري تمتسد ام بعد ثاني يوم الواسين يا جدي الفلاني يروح ادي القضاء زمور ادي الشروا زمور يغلي سي الزمور في الرز يموت اين يا جدي أوري القضاء زمور، أوري شروى زمور، أوري تسليغ زمور، وردي غلي. أي سيدي با سيني جدي خاطي. أسنين ياس الفلاني يتصو فانتي دي يموت. إينا ياس تاكي تاكوادي تجدي. يتص وفانتي دي يموت. إينا ياس تاكي تاكوادي تجدي. خاطر وزميرا سيني جدي شوري كانارا. ذاك ثورا ذاين كان ذاين كان الزياده ليكسي تاع قرن قبيليث قرن ثقرنيث ستاكي ثقرنيث ثلمست ثقيم ذي الخالي الوسطيه تسجيل مطلوبه والتي ضرب ذي القران في سوره البقره الايه 143 وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الوسطيه ذي كلش الا مقارنة الجبن الخوفني زياده جبان ذليل ذا قديريث ذا قد الاكستريم الا التهور ذا غديريث تلمس الشجاعه الا مقارنة الشح البخل اكا وقرمز البخل الا التبذير وقيد غديريث وقيديريث وقيديريث أنوي قلهان الوسط خير الأمور أوسطها المعوقين أكا المنافقون زرعن الخوف قولاون قمذانا هكذا نربط فإذا أشد هنا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف مديوس الخوف وقت الخوف رأيتهم ينظرون إليك وقال المنافقون ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة الخوف الفزع تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت من العبد النبض لحظات الاحتضار ولكن قرب هذه مثلثات دوار دولني سي الخوف المهم ذا شو بعد دينا فإذا ذهب الخوف مي يروح الخوف النيث قرد ثلويث قرد لهنا كل شيء لاباس
سلقوكم بألسنة حداد. يا لطيف أتفض ميدوغال ثلويث لهنا أد سرحني لسون نسن ربي سلقوكم بألسنة حداد أمكن إلسون نسن ذو الزال قريحيث قسيحيث والله غريث قبيليث قرني مبوال أي لسيلن ذاك سم ذا شوك يرن ذا سنان خطر إيلس إيفنو يتهدو إيلس يتساوي شوال يتساوي ثلويف إيلس يجبر يتروزو إيلس إيلس هضر دي القبيل زيك الطاسة في إيلس وذين تحصن ثورة اللي مذانا صوضا تنوية لا بسيكاتري بصا الوان غلي بسيكول هل كان تم سوا وال هذا يخدم الشوال هذا يخدم فتنة أما ذي ثواشول أما ذي قذروم أما يتدث أما ذي الدولي ثما أذغسو تو ذي الزمان أجنتورا في كل مرة نذكر أذغس الانترنت يسهل يعني في ثواني هذا يخدم القرات هذا يخدم الحروب هذا يسامي الحرمة جمذانا أني فنسن الفضايح ورعني أخام ذي السولق قرن استقبالي ثقنالني يقنالنيس يلديميس يقنالنيس يلديميس خطر ألمنا تسوغالنت إما يغلق النيس يرنا يلديميس أديني لعجب الجرحي تغيزي يحلو يروال يقاز مغي تغيزي إرنو هاثن وقذق إناد سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أخدمنا الخير والذي الخير دي مش حاحن يا لطيف ول يعني وثن تتصفضارا ذي الخير غافن أكل خير أربين ذي الخير كلمة عامة ذا شو دين تستغرق كل أنواع الخير بعد شو ديننا أولئك لم يؤمنوا أثنى ربي سبحانه يحكم في اللسن منافقون نيكو قذقي أرمين نرى فأحبط الله أعمالهم إزمن أخذ من أين صلحا لن وجد ذي المنافقين أخذ من شو الصلاح ولكن مادام خذ منت سوذ مجي ونش بحارة لا عثاب نسن يروح فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا أين يبغى ربي أذي ضرو يحسبون الأحساب لم يذهبوا ثقها كل أوصف نسن وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في العرب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا يعني يكل آية كلها أرد ساكن الصفات من المنافقين ديفانا ذي الوقت من الحيف ذي الوقت نطيق وذي الطيق دي سبان ورفيق أم بعد ربي سبحانه يختم الأحداث سيوث الآية عجيبة أشو ديننا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأسوة القدوة الصالحة العليا للجميع في كل آن في كل وقت ذي النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب التاجر يبغى يخدم تجارة زديا هذه ذبع النبي صلى الله عليه وسلم نسيت القدوة لا ريفيرونس لا ريفيرونس تم زواروث وثم قرانت وين الصغارين هذه ذبع النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم أم ضبر يبغى نذيلي عادل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما ذي رجاز دو خميس خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني الصفات التي تفرقت عند غيره اجتمعت لديه يعني يك الصفة ذي الهان اجمعت انت ربي سبحانه ذي النبي صلى الله عليه وسلم القدوة العليا لذلك أما ذي الوقت التلويث أما ذي الوقت الحرب أما ذي الوقت التوانت أما ذي الوقت اللاز أما ذي الوقت في جميع الأوقات هي الخاتمة لهذه الأحداث أم بعد شدنا ربي سبحانه عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب ثوري هضرت في المؤمنين أمشي اسمي ولا الأحزاب ني
يدير نجمعان المشركين الكفار ونحكد في مشاهد من غزوة الخندق ذي دروس نعدان. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني أين يغدي وعد ربي ذنفي تسيذت وقيل معنيس وصدق الله ورسوله. ذاك ديني صدق الله العظيم، ديني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيذت أين كدينا ربي أذي وفي، أين كدي وعد ذنفي أذي وفي. لذلك نرون دي مثلا الآيات الكثيرة بدين ربي إن الله لا يخلف الميعاد. أمذان إزمر ذي وعد أمذان في يتسو إزمر ذي وعد أمذان وري الزميرانا أسيخدم ذا شو في واد أتكس تزمرت أكين تكسيت تزمرت الله غالب سيبلي فور الله غالب. ولكن ربي سبحانه من فد الوعد ينس ذي القرآن سيدت إن الله لا يخلف الميعاد. أما ذي الدنيا ربي ند في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. زرت كان يتمثل الحفاق إقدران ذي الترك الزنزلاقي ثم قرانت إقدران ذي التركية أكو ذي سوريا ذي نكو زرن يمذانا إلا وين الزمير لا يمذانا أذوالين عجب دين عجب باش كان نظر باللي الزلزال جند من جنود الله أما ضاضو أما ذامان أما ذا ذفل أما زلزلة أما ذا الفولكون البراكين وكذاك من جنود الله. ربي ناد ولله جنود السماوات والأرض ويناد وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني جند من جنود الله. الآن البشرية العالم كامل زلزل أين ولا يضرع ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي زمردني الكرة الأرضية كامل يعني شو سوايا كذي الكون لا شيء أتستوالي ولا شيء سوالو لا شيء. الكرة الأرضية ماشي القارات الخم الكرة الأرضية أمس البحور أمس المحيطات أمس الدرر أمس اللوزينة ثم لا شيء سايون مذبر زي قالنا العبد يتحبر ربي يدبر. أخدم الباطي ما كنت تبغيه أنتي سيسميك خدمة شو تبغيه أم بعد ما يبغى ماشي المعنى الإنسان لا يجتهد لا إلا قبل ما يجتهد هذا يفنو وهذا يخدم وهذا قادر قوانين العمران أما ذي الجين السيفيل أما ذي الأرشيتكتور أما ذي كلش وثقي كلها مسؤوليات مسؤوليات وهي من فروض الكفاية. الأمة ميلات لغائبة ذي المجالات ذي التكنولوجي ذي الأسترونومي ذي الجيولوجي ذي كلش ستحاسب ميلات حضر بسم الله ما شاء الله سلامي الآية دين ربي دي سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشاهد لقديلي حاضر يون بشذيلي أديفك لو تيموانياج إلى قديلي بارازون إما إلا أبسون ولا يقبل ذا الأمة إلا قد تحضر. وفي نفس الوقت مرد رزو المصيبة ذي المصيبة ثم قرات أدنيني إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك أم راح بس ديك الشر ربي وقذي موثنا ثني رحمة ربي وقذي كوميث الزاثة السا يا أخي استقبايليث ولاش أولا قذي اللغة ثيكو دي موند أولا قذي سلمثورة ولاش ذي الموند دونتي سوى ثقبايليثي في سنن ذا شوث والزون تسا يكفوا يوهر والزون تسا والزون تسا يضرى ياسم أما ذي الترك أما ذي سوريا أما يضرى العجب الدونيث. ولكن ربي سبحانه شدينا ولنبلونكم سورة البقرة الآية 155 156 ولنبلونكم بشيء من الخوف وقيمت الشويطة أم كورونا ذو الخوف. ولكن سيدي ربي قرر الشويطة بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من بعدين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصابر أسفك ربي الأجر بغير حساب، سورة الزمر الآية العاشرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه رحمة ربي وقذي موثان وذي الصبر مولان وقذا كون جراح المصابين إن شاء الله أسنفك ربي الجهد الزمور وأثني شفو ربي ونكون غي عافية ربي، يقول نسأل الله العفو والعافية. لذلك ربي سبحانه ذا شو دينا، وصدق الله ورسوله. أما ذي الأخرف مركش من الجنة إمولا الجنة ذا شرى دينين، يحكى ربي في سورة الزمر الآية 73 وما بعدها، شو دينا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. ميم ذينا في ديننا، ميم ذينا أثي ديننا كإمولا الجنة، الحمد لله ربي إيم يا ربي أين ثني وعدي وفى إناياس ذفع ثافريذ السلامة أفريذ الطاعة ربك ليسكشم الجنة أبا وعد الله ذينا أدنطقنا كلمالا أكني دينا القرآن إن ذا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أكيغث كفى سورة الزمر. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنين أين كيضارنا كني ذي الأحزاب ذي المعركة إلى آخره، إنك يرني السن الإيمان واليقين والتسليم بقضاء الله وقدره. أم بعد إن من المؤمنين رجال، اسمحوا لي الآية خطيرة، أخطر آية سجي خطيرة جدا. ذي الميزان قرآن غير بال كيما رانا معنيون أكن من الله ربا دي أنا عدي ديس. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا نغرفال أم قرآن ذيرنا ديك ربي ذا يهضر ثروقزا الرجلة لها مقام، الرجولة مقام، سيدي فالور دي برنسيب مبادئ وقيم. لذلك تصل آية تندد ربي يهضر في الرجلة إن ربي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل في الركزة واستقبل ثقارا شبح برجاز في الركزة جمال الرجل في رجولته. إذن الله أكبر إمغار زي قرن غير غربي في الجرجز في الركزة سكس الوحش وثروا بزاقي المبادئ والقيم إزمار طافل سارقة إزمار ثمطوف إزمار وين مزين إزمار وين مقرن إزمار سامر كانتي إزمار سيق الليل. لذلك أكتفي بهذا البيان. يفكدر ببعض صفات الرجل مكة السلام ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. رب سبحانه يفكر إنك ذي جازي الصادقين بصدقهم كل يونين زرع في غلث ماذا المنافقين أثني ذهري فصنا ربي أثني عثف أثني عقاب أذا سني عفو ذي الشغليس. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وقذني كل كفار مني رثن سيدي ربي الغيظني قل موتوا بغيظكم يعني ورفحنا را أين فغنا ثوض ثبضنا را وكفى الله المؤمنين القتال. لأنه ربي سبحانه يفكادي الملائكة والريح وكذا وتضرى المعركة مع غزوة الخندق ما كدنا والفكرة الاستراتيجية يدي فكا سلمان الفارسي سلمان سي فارس
يستخدم يخدم في مجال الحرب، يستخدم يوث الفكرة الناس في صلى الله عليه وسلم طبقت وكانت عاملا من عوامل النصر فينا بلا مز النظام بلا القرى بلا شيء. إلى وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صيصيهم. الكتاب إشارة إلى يهود بني قريظة كيف أن الله أنزلهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب ما لكش تقولون لا إله إلا محمد رسول الله ذولي الصح قرن استقبالي ثان دايزوار ولي تبعث ظهر ماي لايون قولي سيك شميث الخوف داين كل شيء تقول. ربي سبحانه ينادي وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسيرون فريقا وأورثكم سبحان الله بعد النتيجة الآية الأخيرة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. سيدي ربي سبحانه عز وجل في كغد هذه النهاية باش هذا نزر ونطفن ذي ربي رب ينصار والمثيوث ايث مثلا الدولي ثيوث المثيوث ولكن مرة مث ذي نرث ذو الحياة الأبدية لا في إترنال الحياة الأبدية حياة الخلود. أما السعد بولي ذبعان أشد جرب من قواليس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من سورة الإسراء الآية التاسعة وإن يعثر ذي الدونيث أذي غلث ذي لخرث جعل ربي الخاتمة من الخاتمة الهام وقاذي مثل ثلاثني عفو ربي إموضان ثني شفو ربي وقاذي غريبنا ثني حرز ربي إذا مزينا ثني وربي ذي كفريد العالي إن شاء الله فنوي مرة كن يفكر ربي السر ذي السر ثلاثة السر جاء مثل ويث أرثي من اللي إسلام ربي في اللون.